شكرا لصاحبة الوطن على هذه الاستضافة. بدايتي بداية متواضعة جدا. ولدت في مدينة المحرق وترعرعت ونشأت في أحيائها العريقة، وما تزال في مخيلتي الكثير من الذكريات ذات النكهة الخاصة التي أمضيناها مع أصدقاء الطفولة وأصدقاء الحي اللي كنا نعيش فيه. كنا نلتقي وكنا نتسامر ونمضي أوقات طويلة أتذكر في ممارسة الألعاب الشعبية البسيطة في ذاك الوقت التي جيلي اليوم يكاد لا يعرفها. دائما أبناء المحرق أول ما يتكلمون عن المحرق يتكلمون عن تميزها. نعم. شو اللي فرق في ذاك الوقت المحرق عن باقي مناطق البحرين؟ يعني اسم المحرق ارتبط بالأصالة والعراقة وقدم تاريخها، تميزها بطيبة ناسها وأهلها، بتاريخها، تراثها. هاي الأشياء تبعث على أن لها نكهة خاصة عن باقي المدن، مع يعني احترامنا ومحبتنا لكل مدن البحرين وقراها، يبقى المحرق لها نكهتها الخاصة مثل ما قلت. تاريخها الطويل العريق، مساجدها، مبانيها، حب واتصال أهلها، حتى الشباب والفتيان بالتراث أكثر من يعني غيرهم. هاي اللي ميز المحرق وجهة نظري. خلنا نتكلم عن الأسرة. هل كنتوا عايشين في بيت عائلة في البداية؟ لأن غالبية أهالي البحرين كانوا يعيشون في عوائل ممتدة في ذاك الوقت. ومرحلة الدراسة شلون كانت؟ شلون رشيت المدرسة؟ مشاهدات تذكرها من هذه المرحلة؟ بالنسبة للتواصل أو يعني التواصل الأسري، بالفعل مثل ما تفضلت، أنا من مواليد منتصف الستينات، مواليد 65. ما شاء الله. أي فأتذكر أن النشأة كانت في منزل عائلي، منزل عائلة كبير، عائلة الوالد في منطقة المحرق. كانت تجد حواليك يعني من تصحى لتنام وأنت محاط بالأسرة كلها، الجد، الجدة، الأب، الأم، الخوال، الأعمام. فكان البيت العول مثل ما يقولون. لا النكهة الخاصة، لا الترابط اللي يميزه، لا الألفة والمحبة، السؤال عن الجار، افتقاد جارك إذا ما شفته يومين ثلاثة مثلا، تسأل عنه، تشارك في مناسبات أيا كانت سراء ضراء. يعني هاي اللي يميز بصراحة العائلة، عكس اللي نشوفه اليوم مثلا أنه هو الشخص مجرد أنه يرتبط تشوفه انعزل منفصل، وحتى ابتعد عن أهله، حتى قل تواصله مع أهله مع والدينه. فذكرياتنا القديمة جدا لها كانت نكهة مميزة بالفعل يفتقدها جيل اليوم. نتمنى أن هذه مهمتهم أنهم ينغمسون أكثر ويتواصلون مع باقي أفراد الأسرة. درست في الإدارة الخليفية؟ أنا درست الآن. نعم. شلون ابتدت المراحل الدراسية معك المدرسة؟ بعد دراستي الابتدائية في مدرسة أبو عبيد بن الجراح اللي هي توسط في عمق سوق محرق، المرحلة الابتدائية. تبعتها بمرحلة الإعدادي في مدرسة عبد الرحمن الناصر. هنا. كانت تسمى المدرسة البحرية لالتصاق البحر فيها، اللي هو البحر اليوم نشوفه ما بعد مرفأ المحرق. إي طبعاً. كلها منطقة الدفان، فأذكر أن مياه البحر كانت تضرب في سور المدرسة، فسميت المدرسة البحرية اللي هي عبد الرحمن ناصر. بعد المرحلة الإعدادية أنا أذكر أني كنت آخر دفعة اللي ما وصلنا لمرحلة الدراسة الثالث الإعدادي. إحنا كنا آخر دفعة درست لغاية الثاني إعدادي، بعدها انتقل للثانوية. الدفعة اللي جت بعدنا اضطروا أنهم تم إدخال ثالث إعدادي. قالوا سنة زيارة. سنة زيارة بالضبط. فإحنا في حالتنا كانت الإعدادي سنتين. دراسة في المدرسة في المرحلة الثانوية مدرسة الهداية الخليفية، طبعا نكهة مميزة بحكم الأساتذة، عمالقة الأساتذة كانوا هناك عندنا. الأستاذ المدير كان الأستاذ محمد عبد الملك. الأساتذة الثانية أذكر العام صالح عبد الغفار كان مساعد المدير، الأستاذ عادل سفيان، الأستاذ محمد بودهيش، جاسم المناعي، يعني كثار الله يرحم اللي توفى منهم، والله يعطي الصحة والعافية حق اللي ما يزالون أحياء. خرجوا أجيال، كان الجو الطلابي جدا يعني
لا غبار عليه. شوف تواصل المدرس مع التلميذ، تواصل التلميذ مع المدرس أيضا حتى خارج ساعات الدوام. طول عمر فترة الستينات كانت المدارس في البحرين غير، كان عندهم مونولوجات، مسارح، نشاط عصري بعد العصر يجتمعون في المدرسة. فأنت كنت من الجيل يمكن اللي عاصر هاي المرحلة، شنو كان تأثيرها عليكم أنتم كطلاب كناشئة؟ بالضبط، بالفعل كان اللي يميز المدارس يعني في فترات الثلاث أربع عقود السابقة وجود النشاط. النشاط المدرسي يلزم الطالب بالالتزام والاحتكاك وأن يصقل مهاراته، مو مجرد يعني كتب المنهج ويكتفي بها. كان من ضمن الأنشطة في أذكر النشاط المسرحي، بعض الشباب من الزملاء مهتمين بالنشاط المدرسي يروحون للتمثيل، يروحون للأناشيد. أذكر إحنا كنا نغمس في بعض الألعاب الرياضية، كرة القدم، كرة السلة. كان في بعض النشاطات أيضا خارج ساعات الدوام، حتى من بينه كان خرس النباتات أو الزراعة. فمثل هاي الأمور كانت يعني يجبر الطالب أن تكون محببة لديه بفضل تشجيع المدرس ومتابعته وربط الطالب أيضا بالمدرسة حتى خارج ساعات الدوام الرسمية. فكنا نتواجد أحيانا في الويك في إجازة عطلة نهاية الأسبوع أو في ما بعد الظهر، وكل طالب يأخذ قرص. صحيح صحيح. في النهاية الحمد لله الواحد ينمي مداركه ويصقل مهاراته ويكتسب التوجيه من المدرسين. الحين ما شاء الله العيال موجودين في المدارس، وانت خضت هذه التجربة الآن بهذه الذكريات، لو جيت تقارن بين المرحلتين شو اللي تحس فيه؟ الجيل الحالي مرتبط أكثر شيء بالتكنولوجيا، يعني الواحد ينولد في يده لابتوب، في يده جهاز أو موبايل. نحن ما شاء الله يعني الشيء اللي يميزنا عن الجيل الحالي إن ارتصاغنا بالكتاب، بالمسطرة، بالقلم، بالمحاية، يعني تشوف فيها حركة وفيها نفس. جيل اليوم مثل ما قلت يعني هو جيل تكنولوجي أكثر، بس في النهاية يعني حتى نكهة مسك الكتاب وتصفح الكتاب تشوفها تختفي سنة ورا سنة، جيل ورا جيل. بس بالنسبة حق كثيرين من بينهم أنا أتصور إني يعني ما زال أفضل مسك الكتاب، تصفح الدفتر، لها نكهة خاصة. أنا شخصيا كنت أعد مجلة اسمها مجلة الهداية، كانت شهرية تصدر كل شهر، فكنت ضمن فريق التحرير فيها. كانت تتضمن البرامج والأنشطة اللي تسويها إدارة المدرسة، بعض الطلبة يشاركون بزوايا حكم وأمثال، وفيها جانب باللغة الإنجليزية أذكر بعض الزملاء كانوا يشاركون فيه. فكانت يعني على مطبوعة على مستوى جيد، لاقت استحسان كثيرين. أول شغل صحفي اشتغلت عينت في الثانوي، يمكن هذا هو اللي دفعك الاتجاه لهذا الجانب، الجانب الإعلامي. بالفعل هذه كان يكون يعني البذرة اللي صقلت جانب الكتابة عندي. مشاركتي في هاي المجلة اللي كانت تسمى صوت الهداية، مجلة تقريبا من 100 صفحة ما شاء الله، كان 60 صفحة بالعربي و40 و30 صفحة باللغة الإنجليزية. كان فيها مساهمات يعني باقي الطلبة وبعض المدرسين، بعض المساهمات الشعرية، بعض المساهمات القصائد، وأمور تعليمية كثيرة. الجانب الثاني أنا بداياتي يعني أو انطلاقتي مع الصحافة كان بالفعل خلال دراستي الثانوية، كانت أخبار خليج توها صادرة. وفي الجامعة اخترت نفس التخصص؟ تخصص إعلام. نعم نعم. فأخبار خليج صدرت في فبراير 76، هاي يعني الفترة اللي كنت أنا فيها في الثانوية. بالفعل ابتديت أرسل مقالات للصحيفة وكانت الحمد لله تنشر، كنت أقارنها كانت تنشر بالطريقة اللي أنا أرسلتها، فهذه أعطاني تصور أنه يعني ما تم تعديلها وما تم التغيير عليها، وكانت تلاقي صدى عند أخوان التلاميذ أو حتى أحد المدرسين كان يقول لي شفت مقالك اليوم. فأمور تشجع الواحد، شجعتني على الكتابة بالفعل والاستمرار. ما زلت محتفظ فيها القصصة؟ أي نعم. ما شاء الله. ابتدت المرحلة الجامعية في البحرين؟ درست خارج البحرين في جامعة الموصل في العراق. ما شاء الله، حدثنا عن هاي التجربة، بلد اغتراب خلينا نقول، جو غير، الموصل برد. اللي يميزها كان في فترة التوقيت كان فترة الحرب العراقية الإيرانية، هاي الكلام كان في منتصف الثمانينات في 83 84. فكان بالفعل هناك مجموعة من الطلبة البحرينيين
كانوا يدرسون في الجامعات العراقية سواء بغداد أو المستنصرية. أنا كنا في دفعة الموصل، كان معي الكثير من الشباب اللي تخرجوا في جانب التربية الرياضية، يعني شفناهم بعدين دبلوماسيين، شفناهم مسؤولين في مراكز مرموقة. كنا على احتكاك وتواصل دائما مع الأخوات من الطلبة العرب من اليمن من السودان من مصر، يعني الحمد لله كانت أجواء جدا طيبة ورائعة. ما زالت هذه الصداقات مستمرة؟ ولله الحمد نعم. يعني بالمناسبة في الشهر الجاي يمكن 10 يناير عندنا لقاء راح يجمع كل الطلبة اللي درسوا في سنوات مختلفة في العراق، يعني من السبعينات للثمانينات للتسعينات. ففكرة ذي يعني يشكر القائمين عليها، راح يتجمع الطلبة اللي درسوا في العراق وتخرجوا منها إن شاء الله الشهر الجاي. شلون كانت تجربة الغربة بالنسبة لك كبحريني صغير في السن الآن؟ يمكن حتى بلدت ما تعرف تسوي كل وقت في البداية طبعا يعني صعبة، بس إنما تشجيع الأهل الحمد لله وتشجيع الزملاء المقربين، يعني لابد الواحد إنه ما هي غربة لأجل لا شيء، غربة لأجل التعلم أجل التحصيل الدراسي، والحمد لله كانت موفقة. رجعت من بعدها وابتدى المشوار الأصعب مع مهنة الصحافة. رجعت أخبار خليج؟ لا أرسل، ابتديت مع صحيفة الأيام. أيام ابتديت مع صحيفة الأيام في 1 يناير 1989، هاي كان تقريبا بالتحديد 3 شهور قبل صدور العدد الأول، لأن صحيفة الأيام صدرت في مارس 7 مارس 89. فإحنا كنا في هاي 3 شهور الأولى خليتنا حل، يعني نعد ونعد التصورات والبروفات لصدور العدد الأول. شلون كانت، شنو في عندك ذكريات من إصدار الأيام الأول؟ قبلها كنت أنا أسمك في مجلة أسبوعية، كانت مجلة صدى الأسبوع، منها تعلمت الكثير من الأستاذ علي السيار عن عميد الصحفيين البحرينيين الله يرحمه، فتعلمت منه الكثير، اشتغلت عنده من بعد رجعتي من العراق إلى غاية ما تم استدعائي للعمل مع الأيام تقريبا 5 سنوات. ف تعلمت الكثير من الأستاذ علي السيار رحمة الله عليه، مدرسة في الصحافة. بعدها الأيام تجربة ممتازة أيضا. قبل صدور الأيام كان في البحرين صحيفة واحدة، فما كان في جو من التنافس. صدور الأيام أذكى شوي جو التنافس، خلانا نتحفز أن نبذل أشياء مميزة، كتابات مميزة، لقاءات حصرية. فبالفعل استقطبت الأيام بعض الأرصد، بعض الشباب من الكتاب المحررين، وقدرت على المنافسة وسخن جو الصحافة في البحرين. تدريجياً بعد الأيام صدرت صحف ثانية، البلاد، الوطن، الوسط، والميثاق، والعهد، يعني صارت البحرين ما شاء الله فيها شعلة من النشاط الصحفي. عالم الصحافة هو المهنة ذات المتاعب، والعالم المليء بالأسرار، والعالم المليء بالمواقف بعد. شنو في مواد إلى الآن محفورة في ذاكرتك أنت اشتغلت عليها، مواقف أثرت عليك وتأثرت فيها؟ في مجال الصحافة طبعاً بحكم بداياتي في الصحيفة كانت بداياتي في الأخبار المحلية، ابتديت في الأخبار المحلية، كنا نغطي أخبار بعض الوزارات، كان يتم تقسيمنا كصحفيين، كل صحفي عنده جانب معين، أحد الزملاء يغطي أخبار وزارة التربية، زميل ثاني وزارة الصناعة، زميل ثالث وزارة الصحة. فأنا كنت صحفي يعني متنوع، وبالفعل قدرنا نغطي يعني أجزاء كبيرة من 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 هموم الشارع، من احتياجات المواطنين، حتى من خلال صفحات البريد كانت جدا، اللي هي كانت تسمى سواء يعني بريد القراء أو بأقلام القراء، في الأيام كان اسمها صفحة الملتقى. كانت هذه الصفحة تستقطب أو تتلقى كل شكاوي المواطنين واقتراحات القراء، وكانت الصحيفة طبعاً كونها مطبوعة رسمية كان أشبه بالمنبر اللي يربط أو يوصل صوت المواطن المسؤول. أتيحت لي أيضاً خلال سنوات عملي بالصحيفة تدريجي من العمل في قسم المحليات إلى الأخبار الدولية، أتيحت لي فرصة تحرير أو إجراء مقابلات حصرية مع العديد من شخصيات سواء رؤساء جمهوريات سواء وزراء سواء مسؤولين.
أيضا يعني خلال وجودهم في البحرين أو حتى أثناء حضوري أنا للمؤتمرات الخارجية. الأشياء المميزة أيضا أذكر مثلا تغطيتي للعديد من مؤتمرات حلف شمال الأطلسي، مؤتمرات اللي نظمها حلف الناتو. حضرنا هاي المؤتمرات في مقرهم في بروكسل بلجيكا، حضرنا أكثر من قمة للحلف في رومانيا، في فرنسا، في البرتغال، في أمريكا. فمثل هاي اللقاءات طبعا تكون متضمنة أجواء من التنافس بين الصحفيين الحاضرين اللي قدروا يحضرون، مو كل الصحافة طبعا حضرت، فإنك تحقق مكسب أو شيء حصري للصحيفة اللي تمثلها. وبالفعل يعني كانت فترات لها نكهات خاصة. يعطيك الصحة والعافية. ندخل على اللي بعديها. اليوم أنت استمريت في الأيام كم سنة تقريبا؟ 18 سنة. أنا أعرف 1989 لغاية أغسطس 2007، وهو مرحلة الوطن. مرحلة الوطن ابتدت مباشرة بعد الأيام. كلمنا عن النقلة. انتقلت إلى صحيفة الوطن، وكان مشرف رئيس التحرير رحمة الله عليه أستاذنا محمد البنتي رحمة الله عليه. فأتيحت لي الفرصة للالتحاق بصحيفة الوطن 2007 لغاية 2009، ظلت مع الصحيفة سنتين. نفس الشيء، كانت حافلة بالكثير من يعني التجارب والذكريات، وكان جانب تحرير الأخبار الدولية يتم عن طريق، في السابق كان عن طريق التيكرز اللي هو وكالة الأنباء، نستقبلها عن طريق رولة ورق، يتم استقبال الأخبار. بينما الوطن كانت يعني عندها سبقية أو طورة في هاي الجانب، كنا نأخذها مباشرة ونحررها كصحفية مباشرة ونطرشها مباشرة حق قسم الإخراج. كان تحرير الخبر ما يأخذ يعني وقت طويل. فبعد أيضا نفس الشيء تم انتدابي لحضور بعض المؤتمرات الخاصة، منها مؤتمر القمة الإسلامي اللي عقد في السنغال، أحد المؤتمرات صارت في ألمانيا. فكل هذه المؤتمرات حضرتها ووفرت للصحيفة. أيضا حضرت الحملة الانتخابية اللي سبقت وصول رئيس باراك أوباما للحكم، فهاي كانت تجربة أيضا تحتسب للوطن، وشكري الجزيل لهم بتوفيرهم هذه الفرصة. ففي خلال تواجدنا في الولايات المتحدة زرنا كذا ولاية، ولاية مينيسوتا، ولاية فلوريدا، بالإضافة إلى واشنطن. الحمد لله قدرت أني أوفر لهم تغطيات على مدى أيام، كل تغطية بتعادل صفحة كاملة. يعني الأمور الحمد لله تيسرت لي كصحفي. سولفنا عن سفراتك. أنا اللي أعرفه أن تقريبا دخلت 50 بلد. تقريبا 44 بلد. ما شاء الله. غالبيتها كانت للعمل أم للسياحة أو هواية السفر؟ بداية سفرات خاصة، يعني سفرات عائلية أو سفرات سياحة، بعدين سفرات ارتبطت بالعمل وكوني في مهنة الصحافة، مثل ما قلت حضوري لتغطية بعض المؤتمرات الصحفية أو الندبات. فما شاء الله يعني زرت هاي الدول أكثر من 40 بلد، وكل بلد أزورها لله الحمد أطلع بتذكار وانطباع. وبالمناسبة بعد أنا لي في الهوايات، يعني إلى جانب أن أنا صحفي إعلامي، أنا هاوي أجمع أي شيء قديم، أجمع العملات الورقية، أجمع الوثائق، أجمع الصور القديمة. أحب أخذ أهم ما يميز البلد اللي أنا فيها، مو مجرد زيارة والسلام، يعني لا، أكون صداقات في ذي البلد، أرجع ديرتي، أتواصل مع أهالي هاي البلد، فمشي تكون عندك ترابط وتواصل دائما مستمر. لله الحمد يعني. الحمد لله. شنو البلد اللي زرتها ولليوم إلى اليوم ما تقدر تنقطع عنها أو خاطرك تزورها مرة أخرى؟ زيارتي لدولتين يمكنهم، كوبا وسويسرا. كوبا بحكم أن لها نكهتها أيضا خاصة، أنها بلد عاشت 40-45 سنة تحت الحصار، وجدت فيها الطبيعة، السياحة، ناسها اجتماعيين، الأشياء القديمة اللي أنا أبحث عنها متوفرة في أسواقها، التاريخ اللي تنبض به. وسويسرا بفضل طبيعة شواطئها، بحيراتها،
يعني هالدولتين الواحد لو يرجع لها مرتين ثلاث ما يمل، في كل مرة يستكشف أشياء جديدة. ما هي الدولة العربية اللي تتمنى زيارتها؟ والله يمكن تتفاجأ، حب الدول العربية اللي أغلب في ناس كثيرين ما يعرفون أنها دولة عربية، جزر القمر، جيبوتي، هاي دولتين تقولهم حق واحد حن يقول لك وين صارين. مع الأسف يعني هاي دولتين من الدول 22 اللي العالم العربي مكون منهم، فحطهم على القائمة إن شاء الله تتعدل الأمور، تتعدل أمور الكورونا، تتعدل الأوضاع في العالم، إن شاء الله نغير الوجهة. لأن أغلب الناس حاطين وجهة السفر عندهم يا جنوب شرق آسيا يا تركيا يا يعني يا أوروبا. أنا غيرت الوجه شوي، اتجهت إلى القارة الأفريقية. في قبل شهور بسيطة كنت في زيارة لتنزانيا وأوغندا وزنجبار، فالحمد لله يعني نفس الشيء، كوني صحفي وهاوي وجدت فيهم مبتغاي الحمد لله. بعد الوطن، بعد ما قعدنا سنتين في الوطن، بالنسبة يعني الحياة العملية بعد صحيفة الأيام، بعد صحيفة الوطن اللي هي سنة 2010 انتقلت لي، حبيت إني أتقاعد في البداية، يعني قلت يكفي 20 سنة ما بين هالصحيفتين، 20 سنة عمل في الصحف اليومية، يعني كان مرهق، كان متعب وممتع في نفس الوقت، بس لله الحمد وصلت النفس في العمل والتحقت بمجلة هنا البحرين في وزارة الإعلام ك يعني كبارت تايمر، مو عمل كامل، العمل المؤقت. تمت معهم في التحرير، مراجعة، ترقيق اللغوي، كتابة عمود أسبوعي في مجلة هنا البحرين. نفس الشيء يعني كان هناك لقاء مع المرحوم الأستاذ خالد البلسان، الأستاذ عبد القادر عقيل، الأستاذ جهاد العمادي وباقي الأخوة المحررين، فشكلت لي فرصة عمل شوي مغايرة وشوي أخف، الواحد ما يلهث فيها قد ما كان يلهث في الصحيفة اليومية. استمرت فيها لمدة سنة واحدة تقريبا في صحيفة هنا في مجلة هنا البحرين. بعد ذلك بعدها 2011 كان في فرصة، كان في شاغر وظيفي، وظيفة رئيس قسم الإعلام وخدمة المجتمع في وزارة الأشغال، فتقدمت للوظيفة وتم قبولي الحمد لله، اجتزت المقابلة. صارت نقلة إني في جهة حكومية من بعد القطاع الخاص، الصحف اليومية والمجلات. بالفعل ابتديت كرئيس قسم الإعلام في وزارة الأشغال، ما أخذتني كثير عن جانب العمل الصحفي أو الشغل في الصحافة، بالعكس كان التصاقي أكثر يمكن بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون وحتى وكالة الأنباء. ليش؟ لأن هاي الوزارة خدمية، تقدم خدمات ومشاريع يومية شبه يومية للمواطنين والمقيمين من خلال المشاريع البنية التحتية اللي تسويها، جسور، أنفاق، شوارع، فتح شوارع، صيانة الطرق، هاي كلها يعني جانب. إحنا كان مهمتنا إن نوصله للمواطن، نوصل نسمع صوت المواطن، الشكاوي، ونوصلها للجهة المعنية. الحمد لله يعني نشاط الصحفي والإعلامي ما توقف. ومتى تم التقاعد؟ ظليت في وزارة الأشغال تقريبا إلى 9 سنوات، تقاعدت عن العمل في 2020 بدأنا العمل وتفرغت لعملي الخاص. نعم، ما بعد التقاعد حدثنا عن الحياة الجديدة الآن. نعم تفضل. بعد عملي في الصحافة اليومية وفي وزارة الأشغال تفرغت لحد ما لمطبوعتي الخاصة، عندي مطبوعة مجلة دورية، مجلة رويال، أصدرها أنا يعني جهدي الشخصي هي. فكنت يعني تسالت كوني صحفي وكوني هاوي ليش ما طلع مطبوعة تهتم وتعنى بأمور الهوايات والمتاحف والمزادات، النوادر اللي عند الهواة، لأن هاي الأمور نادرة ما تشوفها في الصحافة اليومية. الصحافة اليومية مشغولة بالسياسة، بالاقتصاد، بالأدب كذا، فالهواة ما يلاقون نصيبهم من التغطية والنشر والتعريف. فلله الحمد أصدرت مطبوعة كانوا سماها في البداية مجلة أنتيك من 100 صفحة بالألوان، بعدين بدلت اسمها إلى رويال، ولله الحمد لقيت استحسان داخلي وخارج البحرين،
لا يزال الناس يعني يسألون عنها ولله الحمد. ما هي مخططاتك للفترة المستقبلية؟ شو اللي تطمح له؟ والله أمل أني يعني واحد كون إعلامي صحفي ما يبغي يوقف. أنا قلتهم لا توقف الكتابة، فيراودني أمل في أني أنضم لأحد الصحف اليومية عندنا في البحرين، حتى لو لقل بكتابة عمود أسبوعي أو يومي إذا أتيحت لي الفرصة. فإن شاء الله خلال الأيام المقبلة أخذ الأمر أكثر شوي جدية، ونترك شوي اللي يعني التوقف اللي وقفناه عن المهنة، وإن شاء الله نواصل. كلمة أخيرة حاب أضيفها. كل الشكر حق صحيفة الوطن لاستقطابها واستقبالها حق يعني شخصيات البلد، وهاي يحتسب لكم أنتم كونكم مطبوعة ما توقفتوا عند الجانب بس مجرد الإعلامي ك ك ك كتوصيل الخبر، لا بالعكس رحتوا تستقبلون أشخاص وشخصيات البلد من تجار، رجال أعمال، رجال يعني في كل المجالات، أطباء، مهندسين، ما شاء الله. هاي شيء يحتسب لكم. شكرا لك. أتمنى إن شاء الله أنه يستمر.